النار على بقية العسكريين اللي موجودين في تحية العلم. هذايا أسفر على مقتل أو وفاة 7 عسكريين ومقتل منفذ العملية هذه وإصابة أصبر السي وليد تاخذ إصابة 10 عسكريين، واحد منهم في حالة حرجة، والبقية الإصابات لا تكتسي خطورة على حياته. به اللي نجم نقولوه والثابت كون العسكري هذاك عنده مشاكل عائلية ويشكو في المدة الأخيرة من اضطراب مي. توا ما عاد فما حتى شيء تخبي، ما فما حتى شيء زاربنا. العملية سايرة وانا يصيروا فيها عملية إرهابية، واللي ما نجمش نحدد راه إلا ما الساعة نشوفوا المحيط نتاع العملية نحدوا بالضبط شكون اللي قام بها، وبعد باش نعطيوكم المعطيات. لا أول ما توفرت المعطيات مديناكم بها وقلنا راهي ماهوش هجوم مسلح على الثقة. لا شنو أنا بتشتغل من لا 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 ما يهمش. بالنسبة لل قلت منشأة غير حساسة، ما قلتش نقطة غير حساسة، فما فرق في الكلام. منشأة غير حساسة يعني ماهيش ذات طابع عملياتي. هذا شو معناها منشأة غير حساسة؟ تقوم بتقديم خدمات إدارية وفنية لمختلف الوحدات العسكرية، لكن كما كل ثكنة عسكرية فما بالطبيعة واجبات تاع حراسة ونتاع تدخل. لا هذول كلامي واضح، انا قلت هذه المعطيات بعد اذنك سامحني مره اخرى. لا فما راي عام يستنى تونسي ودولي، هذا تبع يعني كلمه على حساب. لا فما شكون خرج وقال له السيد هذا عنده اتصالات مباشره مجموعات الهدوء. لو انت قلتي فما خبر، فما شكون خرج اعتمدها المصدر فيها. بالنسبه لي انا كوزاره الدفاع الوطني الكلام اللي تقول فيه غير ثابت واضح. انا اعطيتك المعطيات الموجوده تنجم تثبت فحكيت كونه عنده مشاكل عائليه.